عموما احنا في كأس الأمم الأفريقية طلعنا بمكاسب كتير، مشاهد كتير من كأس الأمم الأفريقية، تعالوا نسترجعها مع بعض ونبدأها مشهد مشهد وندردش فيها مع بعض، يلا بينا. المشهد الأول، منتخب مصر دخل بطولة كأس الأمم وسط توقعات جماهيرية أن الفريق مش هيكون مشواره طويل في البطولة وهتكون العودة للقاهرة سريعة، لكن قالوس كيروش ولاعيبته عملوا عكس التوقعات تماما وزي ما شفنا منتخبنا خسر اللقب على آخر ركلة ترجيح قدام السنغال مشهد التاني مع مشوار المنتخب في البطولة كان طموح الجماهير بيزيد ورؤيتهم للعيبة وكروش بتتغير للأفضل وده كان س... ده كان بسبب الأداء اللي ظهر بيه الفريق وكمان حالة التألق اللي كان عليها كل اللعيبة رغم الإصابات الكتيرة اللي ضربت صفوف المنتخب المشهد الثالث يمكن الناس هتشوف المكسب هو التاهل للنهائي والعوده من بعيد بس ده يمكن يكون المكسب الظاهر او الابرز لكن المنتخب خرج بمكاسب كتير من البطوله دي اولها استعاده ثقه الجماهير مره ثانيه واستعاده الهيبه الافريقيه وان كل المنتخبات عرفت ان وحش القاره رجع تاني المشهد الرابع من اهم المكاسب للمنتخب واللي سببها كيروش اننا ما بقيناش فريق النجم الاوحد او باصل صلاح بقى في منظومه جماعيه الكل فيها له دور بيعمله لاعب يصاب او لاعب يغيب هتلاقي على طول البديل موجود وبيعمل نفس الدور بالظبط المشهد الخامس منتخب مصر رجع تاني منتخب لكل لعيبه الدوري لكل واحد بيجتهد ويتالق مع فريقه مش منتخب الاهلي والزمالك والكم محترف فقط ما كانش حد يتخيل اننا نشوف اكتر من 15 لاعب في الفريق بيلعبوا كاس الامم لاول مره في حياتهم المشهد السادس الروح القتاليه والغيره والحماس والرغبه في الفوز اللي ظهر بيهم المنتخب في البطوله كانوا حاجات جديده علينا بنشوفها لاول مره من فتره طويله قوي ودي طبعا حاجات كيروس سبب اساسي فيها والصوره كانت خير دليل. المشهد السابع المشهد الاهم. عودة الجماهير مرة أخرى للالتفاف حول المنتخب لأن الناس حست بالجهد اللي قدمه اللعيبة والجهاز الفني وده ظهر في الدعم الكبير بعد البطولة ووقوف الجماهير خلف الفريق لحد ما نحقق الحلم بالتأهل للمونديال ونعوض خسارة الكان